السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة بيا بيوتي. كنتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير، صحة مزيانة. وانتم ما كتشوفوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله يا ربي غنشارك معكم هذه الكيكة بالفواكه الجافة والمكسرات، كتجي معلكة ولذيذة بزاف. باش تعرفوا المكونات وطريقة التحضير تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر. بالنسبة للمكونات اللي غنحتاج، انا هنا غنعمل كيكة بحجم كبير. انتم اذا كنتوا هتعملوا كيكة صغيرة هتعملوا فقط نصف كمية المكونات. هنحتاج نسيت بيضات بحرارة المطبخ، هنحتاج كذلك 450 غرام من الشوكولا سوداء اي نوع، انا كنستخدم فقط ماركة غالا. هنحتاج للمكسرات، المكسرات كتبقى على حسب المتوفر. انا هنعمل قرقع واللوز والزبيب، كاس الانباء من كل حاجه. عندنا كذلك الفواكه الجافه المعسله بحال اللي كتشوفوا، والتمر كذلك منهم كاس ديال الانباء. غنحتاج جوج طانون بنكهه الفاني، كاس جوج كيسان ديال الانباء الحليب، وجوج كيسان ديال الانباء الزيت، وجوج كيسان ديال الانباء كذلك السكر. غنحتاج كذلك جوج ساشيات شوكولاتة غبرة مسوس، واربعة الخمارات، والدقيق الابيض حسب الخليط. دابا غنمر ان شاء الله لطريقة التحضير. بسم الله وعلى بركة الله. اول حاجة كناخد الحليب مع الشوكولات كنذوبهم فوق نار تكون مهيلة، وكنخليهم على جنب حتى كياخدوا درجة حرارة المطبخ. ميمكنليش نعملهم وهما سخونين باش ما يطيبوا ليش البيضات. ثاني مرحلة هناخد آلة الهشوار إذا كانت متوفرة عندكم، وعنوضع فيها جميع المكسرات والفواكه الجافة وعنطحنها. ثم إذا ما كانش عندكم هذه الآلة يمكن لكم تقطعهم فقط بالسكين، فأنا ما خصنيش نطحنهم مزيان، فقط غنهرمشهم وصافي، خصني يبقاو باينين في الكيكة ديالي. ملي كنطحنو كنزيد معاهم اربع مغارف اولا عفوا جوج مغارف كبارين من الدقيق الابيض، وكنخلطو مزيان هيدا باش كنتفادى ان المكسرات يطيحو في الكيكه. صافي كنخلطهم وكنخليهم على جانب حتى الوقت الاستعمال. في الاناء اللي غنخلط فيه كنوضع قبصه ملح وكنضيف البيض، نزيد معاهم جوج كيسان سكر العنبة، وغنضرب كلشي بالخلاط الكهربائي. ماشي ضروري انه يضاعف الحجم ديالو، المهم هو يذوب السكر مع البيضات. ملي كنتأكد ان السكر ضاب مع البيضات كنزيد معهم الزيت على شكل خلط مع الاستمرار في الخلط. كنزيد نخلطو هيدا شي شوية، غنزيد عليهم جوج العلب الياغورت بنكهة الفانيلا، ويمكن لكم تستعملوا بنكهة الموز، لكن من الاحسن تستعملوا بالفانيلا باش ما نخلطوش بزاف النكهات. كنستمروا في الخلط. وفي هذه المرحله نزيد الشوكولا اللي ذوبتها مع الحليب. من بعد نزيد الفواكه الجافه اللي بحال قلت لكم ضروري انكم تزيدوا معها الدقيق باش ما تطيحش اثناء الطبخ. نزيد من فوق
المكسرات والفواكه الجافة. الدقيق الأبيض كياخذ لي تقريبا من 4 كؤوس إلى 4.5 كؤوس على حسب نوعية الدقيق اللي هتستعملوه. فمن الأفضل أنكم تستعملوه تدريجيا كاس بكاس حتى كتوصلوا للخليط اللي كتشوفوا أنه مناسب. مهم أنه يكون خفيف، حاول أن الخليط ما يكونش ثقيل بزاف باش ما تجيكمش الكيكة مدقسة أكثر من القياس. هل قلت لكم أنها كتجي معلقة، ولكن من الأحسن أنكم تخليوها شوية خفيفة. نضيف الخمارات وشوكولاتة غابرة مسوس وباقي الدقيق وغنخلط كل شيء مزيان. أوبس، لونت الدنيا، انتبهتي لسرعة الخلاط ولونت كل شيء. مهم غنستمر في التخليط حتى كنحصل على خليط الأحسن يكون خفيف. هاللي كتلاحظوا معايا هذا هو قوام الكيكة، كيعود خط واحد كيكون خفيف جدا. المهم بحال اللي كتلاحظوا ضروري ان قوام الكيكه يكون خفيف باش عتجي ناجحه معكم ان شاء الله. كندهن صفيحه الفرن وتكون من حجم الكبير بالزبده وكنرشها بالدقيق وكنصب فيها الخليط ديالي كامل. بالنسبه لطريقه الطبخ، كنسخن الفران من قبل كنطيبها على درجة 180، وإذا كان الفران عادي كنسخنه من قبل وكنطيبها في نار تكون من متوسطة إلى هادئة. كنخليها حتى كطيب مزيان. ملي كنشم ريحة الكيكة عاد كنفتح عليها الفران باش نعرف أنها طابت. كنجرب بعود، إذا خرج ناشف فنتأكد أن الكيكة صافي طابت. هنا الكيكة ديالي طابت ملي كنخرجها من الفران مباشرة وهي في صفيحة الفرن. عندها بالشوكولا سوداء وعنزينا باللوز إيفيلي. وعنرش فوق منه كوكو جوز الهند، جوز الهند مبشور بحال اللي كتشوفوا. هذا هو الشكل النهائي للكيكة ديالنا. كنقطعها مكعبات بالحجم كيبقى اختياري. كنتمنى منكم انكم تجربوا هذه الكيكة وتردوا عليا الخبر. هذه من افضل الكيكات بالنسبة لي والمعتمدة عندي في جميع المناسبات وكذلك في الأعياد. إذا عجبكم الفيديو كنتمنى منكم تدعموا القناة ديالي بالاشتراك وتخليوا لي لايك وتعليق مزيون. شكرا بزاف على حسن المتابعة، ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. سلامة.